بين الحذر الشديد والهدوء الحذر تعيش مدينة طرابلس، وعلى وقع أصوات الرشقات النارية وطلقات القنص يتحرك الجيش اللبناني بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، تحرك ترافق مع عمليات قنص متقطعة أدت إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين. منسق تيار المستقبل في الشمال مصطفى علوش أشار إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على مدينة طرابلس، وإنما هناك أكثر من 100 سبب لإشعال المدينة، خصوصا في ظل ما يحصل في بعض البلاد المجاورة. هناك خاصرة رخوة اسمها منطقة باب التبانة، سببها الأساسي هو وجود مجموعات تعتبر النظام السوري داعم لها لأسباب مذهبية ولأسباب سياسية، وهناك أحقاد متبادلة وهناك خوف متبادل وانفجار الروح المذهبية، خاصة بعد تمادي حزب الله بدخوله في المعارك. كل ذلك أدى إلى أن يكون الوضع متوتر إلى أقصى الدرجات. أضف إلى كل ذلك ما يحدث في القصير من مجازر بحق المدنيين، ولكن حسب مراقبتي للوضع لا أعتقد بأنه ذهب إلى معارك مفتوحة أو إلى معارك كبرى، بل إلى نوع من المناوشات كما حصل في السابق دون أن يؤثر ذلك على واقع الجبهات. لا سبيل بظل الوضع القائم إلا سحب السلاح من الجميع. الاشتباكات التي اشتدت حدتها بعد صباح هادئ نسبيا أدت إلى سقوط 4 جرحى، وهم محمد الراعي، بلال سلمان القبو، صالح سالم يوسف، ومحمد خدوج. أجواء عاصمة الشمال المتوترة دفعت بمعظم المدارس والجامعات إلى إقفال أبوابها تحسبا لتدهور الوضع، أما حركة السير فوصفت بالخفيفة، فيما أعيد فتح الطريق الدولية التي تربط طرابلس بعكار بعدما أقفلت بسبب عمليات القنص.